يا هلا والله، أنا ساشا ورجعت لكم بفيديو جديد ومقطع جديد وقصة جديدة، يا رب تستمتعوا. وقبل ما نبدأ لا تنسوا تدعموا قناتي بلايك وشير واشتراك، وحطوا لي كومنتات لطيفة زيكم. وقبل ما نبدأ لا تنسوا تصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. ويلا ما أطول عليكم، خلونا نبدأ قصتنا اليوم من قصص جمانة. راح أحط لكم رابط سنابها في صندوق الوصف. تقول صاحبة القصة: أروي لكم قصتي مع بنتي وأنا أم حريصة واعية جدا، لكن ما أقدر أقول إلا قدر الله وما شاء فعل. أنا صاحبة منصب حساس أخصائية اجتماعية، كل يوم أشوف العجب العجاب من قضايا المراهقين. تجيني قضايا بشكل يومي، أحيانا بنت ما يتجاوز عمرها 13 سنة وتطلع معاها علاقات مع رجال في الثلاثين. كل يوم أتألم من كثرة القضايا، والأغلب بسبب السوشيال ميديا والعلاقات بالجوال. كل أنواع القضايا تمر علي يوميا، من تحرش، من اغتصاب، من تغيب عن البيت، من عقوق. ومن كثر ما شفت زاد حرصي على بناتي. أكبر وحدة عندي عمرها 11 سنة، وبعدها بنت عمرها 8، وولدي عمره 5. زوجي كذلك ضابط في الشرطة، وأغلب القضايا اللي تمر علينا تروح لهم، لذلك نرجع منهكين من الدوام ونحكي لبعضنا وش شفنا وش استنتجنا. وحقيقة للأسف يكون السبب إهمال الأهل. صرت حريصة على بناتي وأحاول أعزز الثقة فيهم وأكون قريبة منهم، أعطيهم الأمان، يعلموني بكل يومهم الدراسي بالتفصيل، وأقول لهم أي أحد يزعلكم علموني، وأبوكم شرطي لا تخافون من أحد. ربيتهم يكونون قويات، ونكون أنا وأبوهم مصدر أمان وثقة لهم إلى أن يكبرون وينضجون. مرت الأيام وجت الإجازة، ونروح لأهلي وكل الأطفال معاهم جوالات وأيباد بكل الأنواع إلا بناتي وولدي، وفي عيونهم الكسرة. أنا أرفض رفضا باتا الأجهزة، ومسويت لهم فعاليات في بيتنا، وكمان أدخلهم العصر دورات ورياضة، أهم شي ما يقعدون على الأجهزة. وصلوا عمر ممتاز، أعتبر إنهم وصلوا عمر ممتاز وهم إلى الآن ما عندهم أجهزة، لكن الكبيرة خلاص بدأت تحس بالنقص. كل بنات خالاتها يلعبون مع بعض لعبة أونلاين، وهي منبوذة تقعد معانا أنا وخالاتها. صارت تبكي أغلب وقتها، وأخواتي يضغطون عليه كذا خطأ، الشدة الزايدة راح تخليها معقدة، ويقولون عملك واللي تشوفينه خلاك تظلمين أطفالك. أعطيهم أجهزة بوقت معين أراقبيهم، أما المنع التام غلط. وأقنعوني وجبت لهم 3 أيبادات هدية، كانوا يبكون من الفرحة. طبعا ما في أي موقع تواصل، لا سناب ولا إنستا ولا يوتيوب ولا شيء، فقط ألعاب ورقم سري عندي واطلاع كامل. صرت أعطيهم وقت محدد، والحمد لله هم انبسطوا مرة وصاروا زي عيال خالاتهم وانسجموا معاهم في الألعاب. وكمان أنا خفت أنيب الضمير والحيرة عندي شوي. مرت الإجازة ورجعنا بيتنا وأمورنا تمام، وقت الأجهزة محدد وتنشال، وما فيها إلا ألعاب ويوتيوب أطفال. وفرت لهم شبكة في البيت عشان يلعبون مع بنات خالاتهم. بعدها بشهور حملت، وطلع حمل خارج الرحم، وكانت حالتي خطيرة جدا، ما قدروا ينزلونه. جلست شهر في المستشفى، وطلعت كمان على أدوية وإبر تهد الحيل، أوجاع ما توقف ما أوصفها. صرت في غرفتي على طول حتى وتعبانة من كثر الألم اللي شفته، لدرجة استخدموا لي كيماوي. وبسبب العذاب دخلت في اكتئاب وضيقة، ما أدري هرمونات أو بسبب التعب أو شيء متوقع بعد قوة الأدوية اللي استخدمتها. صرت مو طايقة حتى أهلي وعيالي، وزوجي يجيب لي طبيب نفسي جلسات سلوكية إلى غرفتي، ما أقدر أروح المستشفى. مرت 3 أشهر ورجعت فيني الحياة، وراح الاكتئاب وردت عافيتي الحمد لله، الحمد لله دائما وأبدا، ورجعت لدوامي. يا الله ما مثل العافية. في فترة مرضي كان زوجي مشغول معي مرة، والعيال ما عاد في رقابة على الأجهزة، وتعودنا على الوضع خلاص، ما عاد أسأل ولا أخذها منهم، ومشت الحياة. في يوم من الأيام طلبتني الشغالة تبي راتبها كاش، المهم وأروح أصرفه وأحطه بالدولاب. جيت ولا حصلته، توقعتها أخذته، وسألتها وحلفت إنها ما شافته. يا الله وش ذا، وأدور وأقلب الدنيا، عاد شغالتي محترمة ما لها سوابق. وعفسنا الدنيا أنا وزوجي ندور، لدرجة شكيت في نفسي، قلت بعد المرض صرت أفوت وأنسى، ممكن إني طيحتها بالغلط، الله يعوض علي. مرت الأيام ونسينا الموضوع، إلا جاء زوجي وقال لي اختفت ساعتي، حطيتها هنا ومعاها علبة عود وعلبة زعفران كنت طالع فيها عند أخواني. عاد ذاك اليوم الشغالة مو موجودة، ونقوم وندور ونقلب الدنيا فوق تحت. يا الله وش ذا، ما حد شفته دخل الغرفة. هنا تأكدت إنها جن، وبدأت أشغل رقية شرعية، وبدأت أرش موية مقري عليها وأبحث في هذا الموضوع. وبين كل فترة وفترة نفقد شيء، مرة إسوارة لي، مرة ساعة،
وأغلب شيء فلوس، أحيانا تكون بسيطة كاش. في يوم من الأيام دخلت المطبخ إلا وبنتي اللي عمرها 11 تحوس وتضبط كيس مليان أغراض. انصدمت، فيه بن وفيه مظاريف حليب وفيه معلبات وفيه حلويات. ارتبكت وقلت إيش فيك، وين بتودينا؟ قالت بروح فيها غرفتي، أجوع في الليل. يا الله، جاني صداع، إيش ممكن يكون وراها؟ ما قدرت أناقش، حسيت عظامي تجمدت وراحت غرفتها جري مرتبكة. يا الله، وين راحت شجاعتي؟ حتى مخي ما استوعب وش تبي بالأغراض، وقمت أطلع غرفتي وأنا أسحب رجليني، مو شايلتني طفلتي مخبية شي عني. وقمت أربط الأحداث واتذكر الفلوس اللي كل شوي نفقدها والزعفران والعود والعطور، وأرجع بذاكرتي من جد بنتي كانت نظراتها مريبة وفيها خوف، وأحيانا أطيح عليها في غرفتي وأسألها تقول أدور شاحن أو أخذت مثلا شيء وانتهى. وصلت غرفتي ودموعي مغرقتني، لأول مرة أنهار كذا وأنا لسه ما أدري إيش صار أصلا. الحين كل توقعي إنها تسرق فقط، انهارت وتعبت وإنها مخبية شيء. دخلت وزوجي على جواله على السرير، شافني بطيح من الروعة وقام وحكيت له السالفة كلها. أول شيء سواه فتح كاميرات البيت وقاعد يناظر مصدوم، وجهه صار أصفر ورفض تماما أشوف معه شيء، وممكن ساعة كاملة وأنا أترجاه يعلمني إيش فيه. وبعد ما خلص قال استهدي بالله، تونا طالعين من أزمتك الصحية والنفسية، طلبتك لا تتعبين وأوعديني تاخذين الموضوع ببساطة لأن كل شيء ينحل أرجوك. وأنا ما طولت على الجوال إلا عشان أنقول لك كل شيء صحيح بدون أي شكوك. قلت ما عليك أنت قول، لأني قاعدة أحترق من داخل. قال بنتك طفلة بريئة صغيرة الحمد لله، ما لحقها سوء وهذا المهم الآن تطمني، لكنها تتعامل مع شخص كبير يجي ياخذ منها أغراض من عند الباب. هنا أنا بكيت بكيت. قال تماسكي، أنا وإنت يا محلينا قضايا أكبر من كذا، اللي مطمني ما عمرها طلعت معه أو كلمته، فقط تعطيه الأغراض جري وترجع البيت، وكل الفيديوهات واضح فيها وجهه ولوحة سيارته. ما عليك، الموضوع بيتم سر وبنعرف كل شيء. الآن كيف نواجه البنت ونفهم منها بدون قسوة ونخليها هي تبادر وتتكلم؟ قلت له أنا ما أقدر، أخاف أتعب. راح زوجي عند بنتي وأنا رحت وقفت على سجادتي وأصلي وأدعي وأخاف إنها شماتة، لعلي بدون قصد مني قد شمت في أحد أو لمت أهالي من اللي يجون بناتهم عندنا. دخل أبوها عندها وقفل الباب ولا طلع إلا صلاة الفجر، وصلى ورجع من الصلاة وناداها عندي وحضنتني وقامت تبكي. قال لي تماسكي، الأمور بخير، على كثر حرصك ما يكون عندها أي وسيلة اتصال خارجية، تعرفت على شخص أونلاين وعرف إنها صغيرة مرة، ما راح يستفيد منها لأغراض إباحية ولا ابتزاز. صار يضحك عليها ويقول أنا فقير أعطيني أي شيء من بيتكم، أخواني جوعانين، ويرسل لها صور كان يطلبها أي شيء تتخيلونه. أخذت فلوس وذهب وساعات، وإذا قالت ما لقيت أو ما عندي عادي عنده يطلبها معلبات أو أكل من المطبخ كل شيء. صارت تخاف إذا رفضت يقول بعلم أمك وأبوك إن ساعاتهم عندي، وصارت تحاول توفر أي شيء. تعبت نفسيا مرة، هذا وأنا أبوها حريصين مرة ومربيينها على الصراحة والقوة، لكن يهون عندي الموضوع إنه ما في استغلال أو ابتزاز جنسي. الحمد لله هذه نعمة من الله. طبعا نصبنا له كمين وجاء على الوقت ومسكته الشرطة بالأدلة وأخذ عقاب القانوني، وبنتي صارت قريبة مني وارتاحت. كانت مهمومة وخايفة شهور رغم أنه أكثر أم في العالم متفهمة أنا، لكن أولا وأخيرا الصلاح من الله والدعاء ما في شيء مثله، وإنك تستودعيهم الله. الأجهزة صارت تخوف حتى لو بدون مواقع تواصل، ما خطر في بالي أنه ممكن تلاقي ابتزاز من لعبة أونلاين أطفال، كيف رجال كبير يدخلها؟ لكن ما أقول إلا حسبي الله على عيال الحرام. الحل ما هو المنع، الحل نثقفهم عن الابتزاز والتحرش والتعامل مع الأغراض عشان أول ما يغلطون يعلمونا، وما لنا إلا الدعاء هو خير حافظة. نقلت لكم قصة بنتي رغم حرصي إلا أن الابتزاز حصل في وسط بيتي. وبس والله انتهت قصتنا لليوم، أتمنى تكونوا استفدتوا حاجة، وإذا عندكم قصص وتبوني أقولها أرسلوها لي على الإنستجرام أو السناب، بحط لكم الروابط في صندوق الوصف.